تمام. الآن عرفنا طريقتين كيف نقوم بالتعرف على الشخص، أو كيف نعرف أنفسنا على يعني كيف نعرف على أنفسنا. فممكن نقول أنا اسمي وأنا أكون إيش هايسا كذا كذا وإيش بن كذا كذا. فالبي تدريب على هذا، فمثلا أنا هلو مرحبا إيش هايسا محمد وانت فير بست دو ومن تكون أنت أو أنت، فماذا تقولين؟ تمام. أو لو أردنا مثلا، أو لو أردنا نقول أنا أكون فتقولين تمام إيش بن أميرة. تمام. هكذا ننتقل إلى الصفحة التالية. فوق لدينا كلمات هالو مرحبا، ممكن تكرريها لو سمحت؟ هالو غوتن تاك. تمام غوتن تاك معناه مثل يوم سعيد. نعم. غوتن مورغن صباح الخير. غوتن مورغن تمام صباح الخير. غوتن آبند تمام مساء الخير. الآن لدينا التدريب الثالث. Ich komme aus Mexiko. أنا آتي من المكسيك. فلدينا جمل ولازم نقوم بترتيبه. من يقول ماذا؟ يعني لدينا حوار بين باكو ونيكول، فلازم نعرف من يقول أي جملة. نقرأ أولا الجمل ثم نستمع للتسجيل. Woher kommst du aus Spanien؟ من أين تأتي؟ من إسبانيا؟ Nein, ich komme aus Mexiko. لا، أنا آتي من المكسيك. Du kommst aus Deutschland. أنت تأتين من ألمانيا. Aus der Schweiz. من سويسرا. Ich komme aus Österreich. أنا آتي من النمسا. Österreich, النمسا. في سؤال؟ تمام. نستمع للتسجيل. Kommst du, Paco? Aus Spanien? Nein, ich komme aus Mexiko. Aus Mexiko? Wow. Und woher kommst du? Nein, Moment. Du kommst aus Deutschland, hm? Mm-mm. Ah, aus der Schweiz? Nein, ich komme aus Österreich. Ah, aus Österreich. Hm. Param, pam, 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 para. تمام. ف wer sagt was؟ من يقول ماذا؟ هو الأول لا الثاني. الثاني قاموا بالجواب فقالوا باكو sagt nein ich komme aus Mexiko. نيكول ماذا يعني was sagt نيكول؟ يعني ماذا قالت نيكول؟ تعرفين؟ تمام. هو الآن أعطونا الجواب أو حلوا لنا الجملة الثانية. الجملة الأولى
Woher kommst du? Aus Spanien? من يقول هذا؟ نيكول. نيكول، فنقول مثلا نيكول زاكت، يعني هي تقول نيكول زاكت woher kommst du؟ Aus Spanien. هو الكتاب أمامك صح؟ تمام. يعني هي الجمل لا نعرف من القائل، فلازم نبحث عن القائل. فالجملة الأولى نيكول زاك، يعني هي القائلة. نيكول تقول من أين تأتي؟ نعم تمام. يعني من قال الجمل؟ يعني لدينا الآن 5 جمل، فالأولى قالتها نيكول، بعد ذلك باكو جاوب وقال ناين ich komme aus Mexiko. الآن من يقول du kommst aus Deutschland؟ تمام، باكو sagt دقيقة، تمام، باكو sagt du kommst aus Deutschland. طيب من يقول aus der Schweiz؟ تمام، ich komme aus Österreich. نيكول sagt ich komme aus Österreich. الآن نحاول تدريجيا من القطعة أن نفهم كيف يكون تصريف الفعل للأنت دو وللإيش أنا. فالبي أعطانا woher come، فراغ دو، فنضيف است بس كومست دو، هذا للدو. أما الإيش إيش كوم. تمام، ممتاز، أوس مكسيكو. الآن في اليمين تحت الصورة لدينا معلومة، فمكتوب بالأحمر أوس، بعد ذلك دويتشلاند إشبانيا فين، وأوس دير بعد ذلك الشويتز تركي أوس ديم إيران. وهو هنا يريد أن يعطينا معلومة أن أغلب الدول، أغلب الدول تأخذ فقط الأوس. لماذا؟ لأن دويتشلاند وإشبانيا وفين وسائر البلدان ليس لديها أرتيكل، ليس لديه التعريف. أما لو كان لديه تعريف مثل الشويتز، فنقول أصلا دي شويتز، يعني هي مؤنثة، أو دي توكاي هي أيضا مؤنثة. هو الأرتيكل اللي عندنا في الألماني 3، مؤنث، مذكر، محايد. فنقول der, die, das. سأكتبه der, die, das. der للمذكر، die للمؤنث، و das للمحايد. تمام. هو الآن يوجد أيضا السؤال، لماذا نقول عند الشويتز وتركيا دير وعند إيران ديم؟ هذا حسب الأرتيكل، حسب التعريف، أو تمام حسب التعريف. فشويتز وتركيا مؤنثة، أما إيران مذكر، لكن هذا يعني سنأخذه فيما بعد. يعني إلى الآن هو ليس ضروري نعرف هذه، يعني متى نقول دا متى نقول ديم. يعني يكفي أن نعرف أن بعض الدول لديها أرتيكل وبعضها ليس لديها أرتيكل. تمام. فعندما نقول مثلا الدولة مصر،
فنقول أجبتن. تمام. وأجبتن ليس لديه تعريف. دقيقة سأكتب الباسبورت للأخ. نوين اف او كيو تري اس. تمام. فالتدريب الرابع الآن أيضا موسيقى، لكن نأخذ على الأقل أو نعرف على الأقل الدول. لدينا إيران، إيران، أوسترايش، النمسا، إسبانيا، إسبانيا، فرانكرايش، فرنسا، وتركيا، تركيا. تمام. وعليكم السلام. نحن الآن بدأنا ب10 دقائق، يعني أنا أقوم أيضا بالتسجيل فممكن تسمعوها بعدين. كنا الآن نقرأ التدريب الرابع الدول. فالسيدة أميرة ممكن تقرأي الدول. إيران، يا تمام. إسبانيا، تمام. تركيا، تمام. هنا ملاحظة، الـ R الذي بالإنجليزي مثل الراء في العربي، أما عندنا لا يوجد الراء، يوجد فقط الغين. إيغان، تمام. بالنسبة للـ SP، عندما نقول SP، يعني عندما يأتي الـ S مع الـ P، نقول شبه شبانيان، شبانيان، مثل الشين، شين مع الباء الساكنين، شبانيان. والاي عندما يكون ال اي اي او الـ مثل توكاي، الحرفين الاخيرين في التوكاي، هو مثل العين لكن خفيفة، يعني عين عين. تمام. الآن نذهب إلى التدريب الخامس. Wer sagt was؟ من يقول ماذا؟ هذا مثل التدريب الثالث، الجمل بالترتيب، لكن لدينا الآن 3 أشخاص: باكو، نيكول، فراو واختا. باكو البنت، باكو الرجل الشاب، نيكول البنت، فراو واختا السيدة الكبيرة. فراو واختا يعني فراو سيدة، واختا اسم أو اسم العائلة. ففي اللغة العربية نقول مثلا السيد محمد، السيدة أميرة، يعني نأخذ الأول اسم. أما عندما في ألمانيا نستخدم السيد أو السيدة مع اسم العائلة. طيب نستمع للتسجيل. أستاذ محمد، هو الكتاب أمامكم صح؟ تمام. يعني حتى تعلموا على ال يعني تضع إشارة إكس على الأسماء أثناء استماع التسجيل. Aufgabe 5. Winfried!
Badam, bam, 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 badam. Ja, hallo. Hallo, Frau Wachter. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Auch gut. Ach ja, das ist Paco. Und das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag, Herr, Rodriguez. Rodriguez? Mhm. Woher kommen Sie? Aus Spanien? Nein, ich... Er kommt aus Mexiko. Ah, aus Mexiko. Ja. Tja, also, dann auf Wiedersehen, Herr Rodriguez. Auf Wiedersehen, Frau Wachter. Tschüss. Tschüss. اوكي الاول محلول وي جيتس نيكول زاكت وي جيتس نحاول ان نتكلم ايضا فقط الماني يعني فقط الاسم نضيف كلمه زاكت يقول او تقول بعد ذلك الجمله التي موجوده بين ايدينا فنيكول زاكت وي جيتس نيكول تقول كيف حالك وي جيتس wer sagt da, wer sagt gut danke man يقول gut danke ja محمد استاذ محمد طيب من يقول gut danke Frau Wachter. Frau Wachter. Frau Wach. Tamam. Sagt gut, danke. Wer sagt und wie geht's Ihnen? Tamam. Frau Wachter sagt und wie geht's Ihnen? Ustaz Muhammad, wer sagt auch gut? Paco sagt auch gut. Malisch, wie geht's, Nicole? Gut, danke. تمام هو الجملة أو العنوان تمام معلش أنتم صح معلش أنتم دخلتم هكذا فجأة ف كان المفروض يعني نسيت أن أنكم تحتاجون إلى الشرح شرح فالعنوان في التدريب الخامس wer sagt was wer من sagt يقول was ماذا من يقول ماذا فلدينا الجمل هذه ولدينا ثلاثة أشخاص فننسب الأقوال للأشخاص الآن يعني هو أنا سأقول مثلا من يقول كذا wer sagt Wie geht's مثلا فالجواب سيكون فقط الاسم الفاعل بعدين الجملة نيكول sagt wie geht's تمام فالأولى محلولة الثانية قلنا Frau Wachter تمام الثانية حليناها وقلنا Frau Wachter sagt gut danke تمام تمام الثالثة هي أيضا Frau Wachter Frau Wachter sagt und wie geht's Ihnen
und wie geht's? Tamam. الرابع نيكول. نيكول sagt auch gut. Auch gut. تمام. الآن السيدة أميرة. Wer sagt, das ist Paco? تمام. Nicole sagt. Das ist Paco. تمام. F. Guten Tag. Wer sagt Guten Tag, Frau Wachter? Ustaz Muhammad? Guten Tag, Frau Wachter. من يقول هذا؟ Paco. Woher kommen Sie? Seyda Amira. Wer sagt, woher kommen Sie? لا هو باكو قال غوتن تاك فرو وحده يعني يوم سعيد سيدة بختة فوهر كومن زي من أين تأتون ممتاز تمام فرو وحده وهر كومن زي أستاذ محمد من يقول er kommt aus Mexiko هو يأتي من المكسيك نيكول لأن er هو فغير معقول أن الشخص نفسه يقول هو يأتي من المكسيك فنيكول البنت التي في الصورة تقول er kommt aus Mexiko هو يأتي من المكسيك السيدة أميرة الأخيرة Auf Wiedersehen Herr Rodriguez Auf Wiedersehen إلى اللقاء Herr السيد Rodriguez الاسم اسم العائلة فراو وختر فراو وختر تقول لهير هو باكو نفس رودريغيز يعني هو اسمه باكو رودريغيز فراو وختر تقول auf wiedersehen الى اللقاء السيد رودريغيز تمام هكذا ننتقل الى الصفحه التاليه فيها كلمات فوق Gute Nacht, Leila Saida, Tschüss, مثل باي بالإنجليزي, Auf Wiedersehen, إلى اللقاء, إلى اللقاء يعني. الآن, تمام. نعم نحن قرأنا الكلمة فوق يعني يوجد فوق ثلاث صور وتحت الصورة يوجد كلمات فمكتوب Gute Nacht ليلة سعيدة Tschüss مثل باي Auf Wiedersehen إلى اللقاء Tschüss مثل باي التدريب السادس Woher kommst du? من أين؟ Woher kommst تأتي du أنت فلدينا
نيكول وفراو واختا. نيكول البنت وفراو واختا السيدة واختا. فلازم فقط نضيف أو نكمل الفراغات من الحوار الماضي. فنيكول مثلا تقول Woher kommst du Paco aus Spanien؟ يعني هذا فعلنا قبل أن يأتي الأستاذ أحمد. من أين تأتي باكو؟ من إسبانيا؟ والفراو واختا تمام، لكن لا نحتاج إلى الجواب، يعني هذا فقط لن هذه الجملة. وفراو واختا تقول رودريغيز بوهير، فماذا نقول؟ يعني يعني هي الآن تسأل نفس السؤال، السيدة تسأل نفس السؤال، من أين تأتون؟ لكن يعني صيغة الاحترام أو التعظيم، فهي لا تقول woher kommst du، وإنما تقول تمام woher kommen sie. هو الزي الآن التي مع الاس كبيرة، هذا الاحترام. عندما يكون الزي مع اس كبيرة هذا الاحترام، يعني أنتم كيف حالكم مثلا. ف woher kommen sie هو أيضا في اليمين مكتوب grammatik، كلمتين kommen heißen، رأيتموها؟ تمام، كومن يأتي، هايسن مثل أسمي، يعني هو التسمية موجود في له فعل في الألماني. فالتصريف مع الدو مع الأنت، دو كومست نضيف اس تي، مع الهايسن نضيف فقط تي، دو هايست، لأن الاس يعني الذي يشبه مثل البي مثل البي، نقول له اس ست اس ست، يعني هو مثل اثنين اس، ولذلك لم نضيف اس وانما اضفنا فقط تي، دو هايست. عند الزي للاحترام كوم من، اضفنا اي ان، هايسن اي ان كمان، مفهومة؟ تحته يوجد قائمة زي، وهذا ما ذكرت فاميليان ناما، يعني زي اسم العائلة، فاميليان عائلة، ناما اسم. فنقول مثلا هير رودريغيز فراو واختا، رودريغيز اسم العائلة، فراو واختا اسم العائلة، هير سيد، فراو سيدة. دو أنت تأخذ الفورنام، يعني الاسم القبلي أو أول اسم، يعني فورنام مثل نيكول، باكو. ننتقل إلى تسي، تدريب تسي. هورن زي نوخ أيمال، يعني المفروض نستمع مرة أخرى ونضيف الكلمات عشان خاطر الأستاذ محمد. نستمع مرة أخرى. 7 1 7 Aufgabe 7. Ja, hallo. Hallo, Frau Wachter. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Auch gut. دقيقة. 6 معلش. Aufgabe 6c. Ach ja, das ist Paco. Und das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag, Herr Rodriguez. Rodriguez? Woher kommen Sie? Aus Spanien? Nein, ich. Er kommt aus Mexiko. Ah, aus Mexiko. Ja. تمام.
فنحولها على الترتيب، أولا السيدة أميرة، بعد ذلك الأستاذ محمد، وبعد يعني هكذا بالدور. الجملة الأخرى، الجملة الأولى. تمام. Und das ist Frau Wachter. برضو الدس هنا يعني ليس أرتيكل، هذا يعني كلمة، هذا اسم إشارة، فدس ممكن يكون المحايد وممكن يكون اسم إشارة. الأستاذ محمد. هي الجملة الثانية، كيف تكون الإكمال؟ تسمعونني؟ تمام. بعد ذلك تمام رودريغيز. بعد ذلك تمام. تمام اوس مكسيكو. اوس مكسيكو. تمام. هكذا ننتقل الى التدريب السابع. Was sagen die Person؟ يعني نحن استمعنا للتسجيل وهو يعني كان قصير جدا، فلذلك نترجم فقط الجمل التي في الاسفل. فطريقة السؤال عن الحال، يوجد هنا ثلاثة طرق: Wie geht's؟ كيف الحال؟ Wie geht es Ihnen؟ كيف حالكم؟ للاحترام أو التعظيم. Wie geht es dir؟ كيف حالك؟ الجواب ممكن نقول sehr gut danke، جيد جدا. sehr جدا، gut جيد، جيد جدا، danke شكرا. gut danke، جيد شكرا. auch gut، جيد ايضا. auch يعني ايضا. es geht مثل العاميه، ماشي الحال. nicht so gut، ليس بجيد. فلدينا الآن ال دو والزي. للدو يعني عندما يكون شخص عادي أو صديق مثلا، فنستطيع أن نقول في جيتس، الذي في الأصفر، في جيتس. في جيت اس ديا، كيف حالك أو كيف الحال. عندما يكون للتعظيم ممكن نقول أيضا في جيتس، أو نقول في جيت اس اينن. تمام. إلى هنا أي سؤال؟ أظن تمام. هو مثل الإنجليزي ال how أو هي المشكلة، لو ترجمناها الترجمة حرفية ستكون صعبة، لأن فيها قاعدة موجودة أصلا في البيت 2 يعني في المستوى الرابع. يعني الأفضل لو حفظناها هكذا: كيف الحال، كيف حالك، كيف الحال، كيف حالكم. تمام. ممكن يعني أشرح يعني للسيدة أميرة، ممكن
أشرح لها الأمر فيما بعد أو خارج الدرس، يعني يكون أفضل حتى لا نقوم بالتشويش. يعني أحيانا يكون التفصيل مشكلة، يعني خربت الذهن فيشكل على الواحد، وخاصة في البداية الغالبية يفكر دائما في القاعدة، وهذا خطأ. يعني الذي يتدرب أو يدرس أولا القاعدة وثم الكلام مثلا أو الكلمات، سيبدأ يفكر فقط في القاعدة، هل فعلت كذا صح؟ هل قلت هذا صح؟ هل هذه تشاف يعني مضبوطة على القاعدة كذا؟ فالواحد بعد ذلك لا يستطيع أن يتكلم لأنه يفكر فقط. أما أن يتكلم ويخطئ هذا أفضل. بعد ذلك عندما يتعلم القاعدة يستطيع أن يصلحها. هكذا مثلا هو التدريب الثامن، تدريب يعني عن التدريب السابع. فنقول مثلا، أو لو سألتكم الآن السيدة أميرة، في جيتس في جيتس، فكيف يكون الجواب؟ مثلا لو سألت الأستاذ محمد، في جيت أس إينن، تمام. لو السيدة أميرة أرادت أن تسألني كيف حالي، فيكون السؤال كيف؟ لا، أنتم تسألونني، يعني أنتم ستسأل، تمام. مثلا في جيت أس ديا. لو السيدة أميرة مثلا تريد أن تسألني أو تسأل عن حالي، فماذا تقولين؟ فيجيت، تمام. فأقول مثلا ذا جوت أو زوبا، رائع زوبا. هكذا ننتقل إلى الصفحة التالية. هنا الأبجديات، وصلنا الآن إلى ما تريدون. تدريب 9، الأبجديات. سنستمع إلى التسجيل. Aufgabe 9a. A B C D E F G تمام. أستاذ محمد، ممكن هو الأحرف التي بالأزرق وطريقة النطق في الأسفل، تمام. فممكن تكرر الأحرف؟ تمام. جي مه.
I Q تمام U V V تمام صح آ هو الآ مثل الفتحة يعني مثلا ك ت ب الآ تمام أ أ اس تمام السيدة أميرة آ آ تمام تمام يوت تمام يوت ك ب تمام تمام فو يا تمام أ أ تمام تمام ي ي لا هي تنطق ي ي يعني هو مثل اندماج هو مثل اندماج الياء مع الواو تقريبا اي اس تمام هو الاي مثل الكسرة والاو مثل الضمة والا أوملوت الا مثل الفتحة يعني هذا الأحرف الثلاثة يعني هكذا ممكن الحفظ يعني ممكن فيها سهولة لو ربطتم الأحرف العربية بالأحرف الألمانية. الآن لدينا البي التدريب البي فأعطانا جمل ماين تمام من البداية A تمام A E U S عفوا البي لدينا كيف نستطيع أن نفعل السبيلينج للأسماء لأسمائنا فأعطانا مثال ماين نام است فالاري وولف اسمي يعني النام اسم الضمير في الاسم ماين مثل الإنجليزي ماي نيم است فالاري وولف في بيتا كيف لو سمحت في كيف بيتا مثل لو سمحت ich buchstabiere
أنا أقوم بتقطيع الكلمة. فبدأ بالفاو أو بالفاو أ ال، فأنا أقوم بتمثيل وأنتم تفعلونه بعد ذلك أيضا. Mein Name ist محمد. طيب أقوم باسم الآخر حتى يكون حتى لا يغش الأستاذ محمد مني. ف mein Name ist Pinar Basi. ich buchstabiere P I N A R B A S I. الآن الدور للأستاذ محمد. Mein Name ist يعني أنتم تقولون الآن محمد. My name is محمد. Wie bitte? تمام. كيف لو سمحت؟ بوخ شتا بيغا. تمام. الآن تحاولون التقطيع الاسم محمد، يعني مثل ما فعلت باسمي. يا تمام 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 الآن الدور للسيدة أميرة. صح. أغ ليس أر، يعني ليس را إنما غين. أغ هو لسه را. نريد الغين. اغ. انا اقول اغ غين. طيب قوليها مرة أخرى لو سمحت. تمام. تمام. اي تمام. الآن لدينا ال begrüßung في اليمين. begrüßung تحية، abschied وداع. فأعطانا أخذ كلمتين. هالو مرحبا، جوت نخت ليلة سعيدة. هالو للتحية، جوت نخت للوداع. فأنا سويت مثلا سؤال، طيب مثلا لو التقيت أنا بصديقي في الليل، فكيف يعني هو أصلا أبنت هذا، يعني الأستاذ محمد لازم يستمع إلى التسجيل، يعني ما كان موجود. فلدينا جوتن ابند. جوتن ابند مساء الخير، جوتن نخت ليلة سعيدة. فالجوتن ابند يعني هو أصلا لبداية الليل وليس للنهاية، مثلا منتصف الليل. فمثلا لو صديقين في منتصف الليل
يلتقيان مثلا يذهبون لعب بلاي ستيشن أو شيء، فلا يستطيع يقول غوتن نخت لأنه يكون للوداع، ولا يستطيع يقول غوتن أبند لأنه في منتصف الليل. فماذا نقول؟ نقول هالو مثلا. هو غوتن تاك يوم سعيد ونحن في الليل. فالجواب أن هم أصلا غوتن نخت، غوتن نخت ليلة سعيدة، غوتن تاك يوم سعيد، فهم أصلا أصدقاء. فالجواب أنه أصلا لا يقوم بهذه التحيات، فيقول مثلا هاي أو هالو، ولا يبدأ مباشرة بجيت. فتدريب 10 عندنا الكلمات التي كانت دائما فوق في الصفحتين، هالو، غوتن تاك يوم سعيد، غوتن موغن صباح الخير، غوتن آبند مساء الخير، غوتة نخت ليلة سعيدة، تشوس مثل الباي، أوف فيدازين إلى الوداع. فنقوم أيضا هكذا بالتدريب. نبدأ بالسيدة أميرة، مثلا غوتن تاك، نقول هذا للبغروسونج أم للأبشيت، للتحية أم للوداع؟ أنتم معي؟ طيب. هذا السؤال للسيدة أميرة. غوتن تاك نقوله للبغروسونج أم نعم؟ لا يعني نحن ننسب الأشياء إلى البغروسونج والأبشيد، يعني نجعل منها قائمة. فهالو وضعناها في قائمة بغروسونج التحية، غوتن تاك يوم سعيد، أبشيت أبشيت وداع، فغوتن تاك للبغروسونج أم أبشيت؟ تمام. أستاذ محمد، غوتن مورغن صباح الخير، بغروسونج أم أبشيت؟ تمام. السيدة أميرة، غوتن أبند بغروسونج أم أبشيت؟ بغروسونج. فنحن نقول مساء الخير عندما نلتقي بالشخص. تمام. هي الجوتة نخت، هي الجوتة نخت وداع، ليلة سعيدة. الأستاذ أحمد، محمد، تشوس، نقولها عند البغروسونج أم أبشيت؟ ممتاز. أوف فيدازين. تمام. الآن عند نهاية كل فصل لدينا تجميع القواعد وتلخيص يعني، فهذا مهم جدا لأن بعض الأشياء ربما ذكرت سريعا أو يعني نحتاج إلى البحث كثيرا، فهنا تكون مرتبة أحسن. فلدينا مثلا الأفعال كومن يأتي، هايسن أسمي، زين يكون مثل الـ be بالإنجليزي. فأعطونا تصريفات الـ ich أنا، دو أنت أو أنت، زي للاحترام يعني أنتم، er زي هو هي. فالـ common مثلا أو يعني ich comma أنا آتي، فأضفنا إيه فقط، ich heiße أضفنا كذلك إيه، فالغالبية تأخذ هذه القاعدة. أما إيش بن مثل الإنجليزي على غير القاعدة،
فلذلك تغيرت. Ich bin. Du نفس الشيء. Du kommst. بسبب الدو أضفنا ST. Du heißt. أضفنا T لأن الأس أصلا موجودة. Du bist. أنت تكون. تغيرت تماما. Sie kommen. EN. Sie heißen. EN. Sie sind. أنتم تكونون للإحترام. Er sie يعني هو هي. Er kommt. Er heißt. Er ist. هو يأتي. هو يسمى. هو يكون. بعد ذلك الأسئلة يعني طريق أو كلمات الأسئلة. Wer من مثل Wer ist das. من يكون هذا. وأيضا يعني مهمة هذه مثل الإنجليزي الترتيب. نبدأ بالسؤال W question V Frage. بالألماني نقول V Frage. بعد ذلك الفعل. بعد ذلك الفاعل أو سائر الجملة. Wer ist das. من يكون هذا. Wie heißen Sie. كيف تسمون أنتم. Woher kommst du? من أين تأتي أنت؟ فأعطاني أيضا الأجوبة في الأسفل. Ich heiße Paco. أنا أسمى باكو. Ich komme aus Österreich. أنا آتي من النمسا. Mein Name ist Valerie. اسمي يكون فاليري أو اسمي فاليري يعني. فهنا أيضا فاعل فعل سائر الجملة. وبعد ذلك السؤال والجواب عن الاسم عن البلد أو من أين يأتي. التعريف شخص آخر والسؤال عن الحال والتكرار. يوجد أي سؤال في هذا الفصل؟ تفضلوا. هو الأستاذ محمد عنده أسئلة كثيرة أظن. طيب أعطونا يعني سؤالين مثلا. يعني الأسئلة التي موجودة الآن في خاطركم. هو أول سؤال مثلا. هو الأولى أن الواحد يحفظ الجمل. جمل عادية نحتاجها يوميا. فالسؤال عن الحال مثلا عن الاسم عن البلد هذه جمل يحتاجها الكل فيحفظها مباشرة في جملة. يعني حتى أنا لما أنا أصلا مثلا 2007 هجرت مع أهلي إلى الشام إلى دمشق فكنت أحفظ أيضا الجمل. يعني مثلا عندما أركب الميكروباص فيقول فيحفزني صديقي مثلا يقول قل نزلني زكاتك فكنت أحفظ الجملة ولا أعرف معناها. أعرف فقط أن هذا أقوله عند السيارة عندما أريد أن أنزل. فأنا جعلته أسهل يعني أشرح حتى الكلمات تقريبا معناها تقريبا حتى يعرف الواحد مثلا ماذا يقول ما هي الكلمات المتضمنة في هذه الجملة.